شو عم تعمل هون؟ ليش لاحقني؟ انت لوين رايح؟ انا اللي عم اسال، انت شو عم تعمل هون وليش لاحقني؟ انا اللي بيسال هون مو انت. عن جد يا حضرة النائب؟ عم اتفتل، ممنوع اني اتفتل؟ ايه ممنوع. ايه صح، اذا كنت شربان وسكران. اخي لا تروح. لوين ما بدي روح؟ للمكان يلي ناوي تروح عليه، عمل لك لا تروح. عابدين؟ مرت أخي؟ عابدين فيك شي؟ ما في شي. عود هون، عود. يمكن منيح ويمكن لا، ما بعرف. صاير معك شي قلي. قلتك يا مرت أخي، الشخص اللي بيكون عم يحترق من جوا بيكون منيح؟ اللي بيقول أنا عم موت بيقدر يتنفس شي؟ مثلا فرهاد، الرجال اللي ما في على راسه تلج وبيقول في تلج، الرجال اللي ما بيخاف من النار بيوقف قدامه وبيواجهها. يا ترى الرجال اللي بيقول انه هو رايح على الموت معقول يكون بخير يا مرت اخي؟ قولي انت شو رايك؟ عابدين شو قصدك؟ شو صاير؟ وين راح فرهاد؟ عابدين شو قصدك؟ قلت لك يا مرت اخي، هو راح على المكان اللي بيسمي الموت فيه، نصيب لإله. طالع بوشي فجأة بنص هالليل لهيك، اللي شو بدك؟ لا تروح. فهمت. أنا التذكرة للتقاعد المبكر تبعك. أخي لا تروح. تركول أخي. خلص تركول أخي. اتركوا لي يا اخي. اسمعني منيح اخي، كل واحد فينا بيختار طريقه بنفسه. انا عم اقول لك لا تروح. شكرا كثير خالتي. شبكي؟ أنا ما فيني شي. قلت لك يا مرت أخي، هو راح على المكان اللي بيسمي الموت فيه، نصيب لإله. مو 3 أيام أو 4 أيام كتار. على شو؟ على كل شي، على النفس اللي عم نتنفسه، على أنه الإنسان ما بيقدر يقول اللي بده يقوله. كتار كتير، خصوصي على محل مجهول. يمكن ما أقدر أقول شي بعد هلا، ما أقدر. منيح منيح منيح. إذا الكل مبسوطين، إذا هيك ما في مشكلة. إيه هيك بالضبط، هذا آخر شي بدك تقولي لي. إيه مزبوط. لا تروح وتتركني، لا تروح وتتركني، ما بقدر اتحمل يصير هيك مرة تانية. اوعك تتحرك من مكانك اخي، عمل لك كرمال الله لا تروح. فرهاد رد على التليفون بترجاك، يا ربي دخيلك. Thank you.
فرهاد رد على موبايلك. بترجاك رد، بترجاك. أنا رايح. لوين خالتي؟ بدي روح شوف فرهاد. ليش أنتي بتعرفي وين بيكون؟ لا ما بعرف. لكن وين بدك تلاقي؟ إذا ما عم بيرد على موبايله. طمني، إلا ما لاقيه بشي طريقة. حاكيني إذا صار شيء. إيه؟ كتير غريب. شو هالحب هاد؟ بس بصراحة معك حق تحبي لك خالتي. ليش هيك عملت يا يقين؟ مشان انقذ حياتك. ليش لا تعمل هيك معي؟ ليش كان في طريقة تانية لحتى ما خليك تروح؟ يعني هيك احسن. ارفع بنطلونك لفوق. اكشف عن الجرح. عن شو بدي اكشف يعني؟ ليش عاد عندي رجل؟ بدي اشوف كيف صبتك. صبت الهدف تمام. طيب قرب لهون. اترك اخي اترك. رح اربط لك اياها. اترك. عرفت الهيليغرافي؟ أنا ما بدي أعرف شي. خلاص اترك اترك. هات بعيد هيك عنه.